السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. حنا في الجامعه فينا بالليل، شنو الفرق بين الصباح والليل؟ هكا تكون بالليل عامره والاضواء. هانتوما البلاصه هذيك كامله خاصه بال بالمأكولات. لا شكرا، كلها هنايا خاصه بالمأكولات. شكرا. الله الا حريرتنا حرير. يا سلام يا برعه الجرانتي عامه، عندي حريرك خلاص دار راس لها يستعد. عندنا الوزير 16 شرطات تيكش بينا تيولي ولا حاسه جيت 10. هنا خاص بالحلزون، هذه اكله الحلزون. واللي بغي هذا المحلات اللي بغي يشري، وهاد الناحيه الاخرى كاين العصير. هنايا خاص بالعصير، انواع العصير اللي بغيتو. اجي حدايا وهادو اللي هنا كلهم خاصين بالزيوت الطبيعيه وهذوك الشيء الاعشاب المراهم يعني او الكريمات. كل ما كتحتاجي في الزيوت كتلقيه هنايا، والماء الورد العطور الطبيعيه. هاد لا بارتي هاد البلاصه هادي كامله خاصه بهذا الشيء. هاد البلايص كلهم هنا كافيهات، وهنايا ملابس. شو هذا المحل ديال النقا يعني فضة. هنا زوينه شي ما دو سامبل. شوفي هادو سامبل زوين. شباب
صافي هنا كلشي. هاد المحلات اللي كتبغي تشري شي حاجه هادو غادي نخرجوا من هنايا. البلاصه هادي كلها خاصه بهادشي بهاد الدوم. قصب اللي في الماء هذا من هاد العباد هادو كيكون في الماء. قصب اللي كيكون عايش في الماء. صافي البنات حنا درنا دويره في جامعتنا بالليل. غادي ندوزو من هنايا حتى هنايا كيسمع فيكم بحال بحال. حتى هنا كاين كافيهات وكاينين الملابس اللي باغي يشري شي حاجه. كلشي هنايا يعني متنوع. ومن هنايا غادي نقول لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.